ازاي ما كنتش عارفة اوصل للبانكو بتاعي. ايه اللي حصل وليه جالي 3 بانك كود من الجوجل ادسن؟ هقول لكم كل حاجه في الفيديو ده. انا هقول لكم تجربتي النهارده علشان خاطر يا رب بس ان انا افيد ناس كتير كانت في الوضع بتاعي، ان هي كانت قلقانه جدا ان طلبت البانك كود اكتر من مره وما جالهاش ومش عارفه تعمل ايه. فهقول لك على كل حاجه في الفيديو ده، بس كملي الفيديو معايا لغايه الاخر. ولو لسه جديده في القناه اتمنى تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا دلوقتي طلبت برضو البانك كود ما جاش، فطلبته تاني. دخلت طبعا على فيديوهات كتيره لمتوحد فكره علشان خاطر اشوف انا ماشيه صح ولا لا. والبانك كود لما ما جاش رجعت طلبته تاني واستنيت برضو 21 يوم. فطبعا اللي انا قلت ممكن اكون انا كاتبه بياناتي غلط او اي حاجه، دخلت على البيانات اتاكدت ان بياناتي سليمه 100%. وطبعا انت لازم تتاكدوا من البيانات بتاعتكم كويس جدا قبل ما تطلبوا البانكو، تمام كده. بعد ما اتاكدت ان البيانات بتاعتي سليمه رحت على طول البريد علشان ان انا اسال. فرحت سالت قالوا لي لا ما فيش حاجه جات والكلام دون. قلت تمام ماشي، استنيت برضو شويه ورحت تاني بعد ما طلبت البنك كود لتاني مره وسالت قالوا لي لا برضو ما فيش حاجه جت. طلبته لتالت مره وخلاص، كان فاضل تقريبا يوم او يومين وهيقف الربح على القناه، لان هو بيديكي مهله انك تطلبيه 3 مرات. بعد كده لما انت ما بتدخليش الرقم التعريفي الربح بيقف على القناه، تمام كده. فروحت تاني البريد وقلت له لو سمحت انا دلوقتي جايلي بنك كود من جوجل ادسنس ومفروض ان هو جالي بدل المره 3، وجيت سالت حضرتك كذا مره وحضرتك ما فتنيش بصراحه ان بانكو جه او ما جاش، تقولي على طول لا ما جاش. فقلت له لو سمحت انا عايزه اتاكد. قال لي طب انت ممكن تروحي البريد الرئيسي بتاعنا، الفرع الرئيسي بتاعنا، او تقولي لي المنطقه بتاعتك بالظبط اسمها ايه. قلت له المنطقه بتاعتي لازم تقولي له المنطقه بتاعتك فين بالظبط وتطلبي منه رقم الموزع بتاع المنطقه بتاعتك. لازم تطلبي منه رقم الموزع بتاع المنطقه بتاعتك. ليه؟ لان هو ممكن البنك كود يجي ويروح للموزع والموزع مش عارف يوصل لك وبيفضل معاه وما بيجيلكيش او بيكسل او بيكسل يعني ما بيجيلكيش. انا الصراحه الموزع بتاعك تقريبا كان مكسل ان هو يجي، كان رده بكل بساطه ان انا مش من البلد وللاسف ما عرفتش اتواصل مع حضرتك. طب حضرتك مش من البلد، طب ما انا كاتبه العنوان بتاعي على وبياناتي كلها، يعني انا عنواني وبياناتي كلها موجوده على البنك كود من ورا. انا مش هينفع ان انا اوريها لكم، يعني انا لو قلبت البنك كود بتاعي كده من ورا البيانات بتاعتي كلها موجوده في على ظهره، فانت ازاي ما عرفتش تجيني؟ عامه قلت له طب مش شكرا، وخدت منه البنك كود وروحت على طول على البيت، تمام. بس انا قلت ان انا اقول لكم تجربتي. دلوقتي هعمل ايه بقى بعد ما جاني البنك كود؟ هنفتح البنك كود مع بعض وهنطلع الرقم التعريفي بتاعنا من جوه. طبعا انت بتفتحيه بالراحه، بتزيلي الشريطه دي كده وبتفتحيه وهتلاقي رقم سري جوه اللي هو الرقم التعريفي بتاعك. هندخل بقى الادسنس من جوجل ونبدا ان احنا ندخل على ونملى البيانات بتاعتنا وندخل الرقم التعريفي بتاعنا علشان القناه بتاعتنا ما تقفش وعشان ربنا يكرمنا كلنا. ان شاء الله هندخل دلوقتي مع بعض، انا هعمل لكم تسجيل شاشه وهكمل لكم في قلب الفيديو ده وهنزل لكم ان شاء الله، ويا رب اكون فدتكم. هنفتح بقى كده بالراحه من الجنب. انا هفتح التلاتة بنكود واشوفهم التلاتة هما نفس الرقم ولا لا. احنا لازم نكمل كل ال4 اتجاهات علشان نعرف نشوفه كويس جدا. اهم حاجة ما ننساش نتأكد ان بياناتنا كاملة 100%، وكمان ضايفين الرقم تليفون بتاعنا علشان يقدروا يتواصلوا معانا بكل سهولة. ماشي تمام. هنفتح بقى البنكود كده، طبعا انا مش هينفع ان انا اوريهولكم. هنفتح التاني بقى كمان، احنا فتحنا واحد تمام كده، طبعا مش هينفع ان انا اوريه لكم. انا هداري الرقم التعريفي بالشكل ده كده. نفتح بقى التاني عشان نتأكد ان هما كلهم برقم تعريفي واحد. حاول بس ان انت تفتحي انك انت ما بت... كده خلاص انا جبت الجوانب كلها. لا لسه فاضل جانب اهو.
برضو واتاكد اذا كان الرقم التعريفي اللي هنا هو هو الرقم التعريفي اللي في جوجل ادسنس الثاني اللي في الجواب اللي كان جاي لي، لقيته هو هو نفس الرقم. يعني انا لما لقيته هو هو يعني ده واحد وده واحد، لقيتهم هما الاثنين نفس الرقم، يعني الثلاثه بنكود اللي جايين لي هما هما هم نفس الرقم. تمام كده، هروح بقى ادخل البنك كود دلوقتي واشوف هندخله ازاي. انا دلوقتي خلاص دخلت على جوجل، هكتب بقى هنا كده جوجل ادسنس، جوجل ادسنس هيدخلني على طول على صفحة جوجل ادسنس. احنا ننزل كده عند تسجيل دخول كده، كده كبر اهو، هيقول لك هنا دخل رقم البريد الالكتروني او الهاتف، دخلناه طبعا ودخلنا على طول على على الحساب بتاعنا. هندخل بقى على الثلاث شرط دور كده ونكتب الدفعات، اثبات الهوية وصحة العنوان. كده قال لك اثبات الهوية مكتمل، انا هوريكم الصفحة بحاجة الى اهتمام ملناش دعوة بيها. هندخل ادخال الرقم التعريفي الشخصي الذي ارسلناه بالبريد الى عنوان ارسال الفواتير. هندخل هنا بقى كده ونكتب الرقم اللي هما بعته لك. بعد ما دخلنا الرقم بتاع ارسال، كده انا خلاص التحقق من العنوان بقى مكتملة. تمام كده، انا بعت خلاص الرقم التعريفي بتاعي اللي وصلني. طبعا انا زي ما قلت لكم لازم تخلي بالك الرقم التعريفي ده مهم جدا، اللي هو البنك كود بتسألي عليه مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده بتحاولي تستفسري، مش بتروحي مثلا تسألي في البريد انا جالي جواب ولا لا وتمشي، لا اسألي قولي مين موزع المنطقة اللي انت فيها، قولي له المنطقة اللي انت ساكنة فيها علشان يديكي رقم الموزع اللي انت ساكنة فيها او يوصلك بيه، بحيث انك انت تعرفي توصلي البنك كود بتاعك على طول. اتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو دون، ويا رب تكونوا استفدتم، ويا رب يعجبكم الفيديو ويكون خف عليكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. وطبعا ما تنسيش تنزلي في التعليقات وتصلي على شفيعنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع السلامة.